العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الخميس 26/8/2021، مديرية أوقاف الغربية تتسلم 4 طن لحوم الأضاحي. سبق وأن تسلمنا قبل ذلك 28 طن، إذن المجموع 32 طن. قد تسلمت اليوم مديرية أوقاف البحيرة الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 طمولة لحوم صكوك أضاحي تزن 4 أطنان. قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج الدفعة 8 من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون كل الآن 30 طن من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 بمديرية الأوقاف الشرقية وصلت الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي بالسيارة المخصصة لذلك، ومع حمولة 3 طن من اللحوم. استلمت مديرية الأوقاف بنا كمية من لحوم الأضاحي وقدرها 4 طن. اللهم صل وسلم المستعان إلى مجده ويرضى.